بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم أبنائي وبناتي؟ بمشيئة الله تعالى درسنا اليوم عن أحكام المد. أولا، المد الأصلي. المد الأصلي أو الطبيعي وهو الذي لا تقوم ذات حرف المد إلا به، ولا يسبق حرف المد همز ولا يليه همز ولا سكون، ومقداره حركتان، مثل قوله تعالى: الذين، كلمات التواب. والحركة مقدار من الزمن اللازم لقبض الإصبع وبسطه بحالة متوسطة. ملحقات المد الطبيعي: أولاً، مد البدل هو إطالة الصوت بحرف من حروف المد الثلاثة إذا تقدم على أحدها في كلمة واحدة وليس بعد حرف المد همز أو سكون، ويمد مقدار حركتين مثل آمن، أوتوا، إيمانا. ثانيا، مد العوض هو التعويض عن التنوين المنصوب عند الوقف عليه بألف، تمد مقدار حركتين مثل حكيما. ثالثا، المد الطبيعي الحرفي يأتي فقط في فواتح الصور القرآنية بشرط أن تكون من حرفين فقط، وهي مجموعة في قوله حي طهر مثل قوله طه، نقول طه، ويمد مقدار حركتين. إذن المد الطبيعي الحرفي لا يكون إلا في فواتح الصور فقط. رابعا، مد الصلة الصغرى هو أن تقع هاء الضمير بين متحركين ما لم يقع بعدها همز، مثل أما من أوتي كتابه بيمينه. انظر إلى الهاء في كلمة كتابه وإلى الحرف الذي يلي الهاء في كلمة بيمينه، ويمد بمقدار حركتين. نجد هنا أن الهاء في كلمة كتابه أتى بعدها في بداية الكلمة الثانية التي تلي الهاء حرف غير الهمز. ثانيا، المد الفرعي هو إطالة الصوت بمقدار يزيد عن الحركتين، ويكون بسبب الهمز أو السكون. يعقب حرف المد ويرمز إليه في المصحف بهذه العلامة فوق حرف المد مثل كلمة سواء، وهو دليل على إطالة المد. المد سبب الهمز نوعان. أولا، المد الواجب المتصل، وهو أن يقع بعد حرف المد همز ويكونان معا في كلمة واحدة مثل قوله تعالى: السماء، وتفيء، ويمد بمقدار أربع أو خمس حركات وجوبا، يعني لازم مده، لابد من مده. ثانيا، المد الجائز المنفصل، وهو أن يقع في آخر الكلمة الأولى وتقع الهمزة في أول الكلمة الثانية، مثل قوله تعالى: قالوا آمنا، وقوله تعالى: وفي أنفسهم، وقوله تعالى: يا أيها، ويمد بمقدار أربع حركات. ثالثا، مد الصلة الكبرى وهو المد المتولد من هاء الضمير المكسورة أو المرفوعة الواقعة بين متحركين ثانيهما همز، مثل قوله تعالى: إنما أمره إذا أراد شيئا، ويمد بمقدار حركتين أو أربع أو خمس،
فلو نظرنا هنا يا أبنائي إلى كلمة أمره، تجد في آخر الكلمة هاء الضمير، وقع بعدها في بداية الكلمة التي تلي الهاء همس، فبالتالي يكون مد الصلة الكبرى، ويمد بمقدار حركتين أو أربع أو خمس.